مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من ترندز. وحشتونا جدا الفتره اللي فاتت، فتره الاجازه الطويله اللي بعدتنا كتير جدا عن بعض، لكن رجعنا لكم تاني بترندز كتير ومختلفه ومتنوعه، وهنكون ان شاء الله معاكم كل اسبوع يوم الاربعاء الساعه 7 بالليل. ودلوقتي يلا نبدا الحلقه بفقره ترندز اوف ذا ويك. ترند معانا زي ما قلنا لكم خاص بمحمد صلاح، ولكن المره دي بعيدا عن كره القدم. صلاح اتصدر الترند بسبب فيديو نشره على الانستجرام وقدر يبقى ترند ويشوفه عدد كبير على مستوى العالم، والفيديو لمحمد صلاح وهو بيلعب مع بنته الصغيره كايان. الفيديو ناس كتير جدا من كل العالم اتفاعلوا معاه ومع بساطه محمد صلاح وهو بيلعب مع اولاده ومع كل اللي بيعملوه فيه. انت زومبي؟ انت مش سيك. انا مش سيك. وطبعا ما ينفعش نكون بنتكلم عن محمد صلاح وما نجيبش سيره الدوري الانجليزي والصراع على لقب هداف الدوري، واللي واضح انه هيكون شرس جدا السنه دي بين صلاح وبين هالاند لاعب مانشستر سيتي، واللي حتى الان متصدر جدول هدافي الدوري ب 10 اهداف في 5 ماتشات بس، وده اللي خلى هالاند يتصدر الترند برضو خلال الفتره اللي فاتت. ودلوقتي جه ميعادنا مع فقره سكوب. الفترة اللي فاتت انتشر ترند على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة وخصوصا على التيك توك. الترند ده متعلق بأسطورة إغريقية قديمة اسمها راس الميدوسا، والترند ده الحقيقي هو واحد من أغرب الترندز اللي ظهرت لأنه متعلق بضحايا التحرش والاعتداء الجسدي. قبل ما نتكلم عن الترند تعالوا أحكي لكم كده باختصار قصة أسطورة راس الميدوسا. الأسطورة الإغريقية القديمة بتقول إنه كان في بنت جميلة جدا اسمها ميدوسا، والبنت دي كانت راهبة في معبد من المعابد، ولكن تم الاعتداء عليها من بوسيدن إله البحر الإغريقي. ولما تعرف الموضوع بدل ما يجيبوا حق البنت، لا، تم عقابها هي وتحويلها لمسخ قبيح، وبقى شعرها عبارة عن تعابين وأفاعي. وطبعا القصة دي كلها زي ما قلنا وفقا للأسطورة الإغريقية القديمة. طبعا هنا الأسطورة ليها رمزية، وهي إنه في بنات كتير بيتعرضوا لحالات تحرش أو اعتداء، ولكن مش بيقدروا يتكلموا، ولو اتكلموا مع الأسف بيتم لومهم هما. من هنا جه الترند وجت فكرته، واللي هي ببساطة إنه أي بنت اتعرضت لاعتداء أو تحرش تحط صورة راس الميدوسا على البروفايل بتاعها على السوشيال ميديا، أو تعمله وشم على إيديها، أو تلبس تي شيرت عليه صورة راس الميدوسا. الترند ده زي ما لقى انتشار كبير، زي ما لقى نقد كبير برضو من بعض الناس اللي اعتبروا إن التصرف ده مش صح، وإن كده البنت بتفضح نفسها بنفسها. وبما ان الموضوع فيه كلام كتير جدا هيكون معانا النهارده على زوم لايف كوتش آلاء العطار عشان نتكلم معاها في القصه دي كلها. ازيك يا آلاء؟ ازيك يا ريهام؟ الحمد لله. عامله ايه؟ الحمد لله الحمد لله. آلاء، طبعا انت سمعتي عن موضوع التاتو او الوشم او التيشيرتس او الحاجات اللي هي عليها راس المدوسة البنات ابتدت تعملها بعد ما هم بيتعرضوا للتحرش. مظبوط. طيب هل انت شايفه ان التعبير عن التعرض للاعتداء او التحرش بالشكل ده صح ولا غلط؟ بصي يا ريهام، خلينا نرجع كده خطوه لورا ونفكر في الناجي او الناجيه من اي حاجه اتعرض لها. هو الشخص من حقه يعبر بالطريقه اللي هو عايزها. انا مش في موضع ان انا احكم انت تعبيرك بالطريقه دي صح او غلط. فانا المهم عندي ان الناجيه تعبر بالطريقه اللي هي مرتاحه فيها او اللي هي حاسه بامان فيها. اوكي. طب هو في ناس قالت طيب البنات دول استفادوا ايه؟ هي كل ما اللي عملته انها قالت بس انها تعرضت لمشكله، لكن الطرف الجاني ما جاش سيرته. ايه رايك؟ طيب يا ريهام، اولا التعبير عن الاذى جزء من التعافي. اوكي. فاولا هي استفادت ان هي طلعت اللي جواها وواجهت، بل بالعكس شجاعه جدا ان هي تقول دي. اول حاجه. تاني حاجه، هي وارد جدا تكون ما جابتش سيره اللي عمل الفعل ده او المجرم اللي عمل الفعل ده علشان امانا ليها، سبيشلي ان احنا عندنا يا ريهام ده بيحصل في اوقات من القرايب، من الاب، من الاخ. فامانا ليها ما تقدرش تقول ان اسم الجاني. طيب انت شايفه ان السوشيال ميديا اصلا ساعدت في حل مشاكل من النوع ده ولا لا؟ طبعا
طبعا اولا ان احنا بقى عندنا نسبه وعي، نسبه وعي ان ده موجود، ان احنا بنعترف ان دي مشكله موجوده وان احنا محتاجين نلاقي لها حل. فكره ان انا يكون عندي مشكله وانكر وجودها او ما اتكلمش عليها، ده مش هيخليني احلها باي شكل من الاشكال. فانا محتاجه ان انا اتكلم وانشر الوعي عن المشكله دي عشان ابتدي احلها. طيب انت بتقولي ان هي لما بتعبر بان هي تحط الوشم بتاع راس المدوسه ده بيساعدها ان هي تعالج نفسها، صح؟ طبعا طبعا. ما انا مش بتكلم على الوشم بس، انا بتكلم على فكره التعبير. هي الناجيه تعبر بالطريقه اللي هي مرتاحه فيها، سواء بقى كان وشم من مدوسه، تي شيرت، حطت صوره، اتكلمت، قالت، هي تعبر بالطريقه المريحه ليها هي اللي هي حاسه بيها في امان. طب المفروض ان البنت اللي بتتعرض لمشكله زي دي اللي هو التحرش الجسدي او الحاجات دي تتعامل ازاي نفسيا مع الموضوع وتعمل ايه عشان تقدر تتجاوز الازمه دي وتكمل حياتها عادي؟ طيب كل ضحية أو كل ناجية بتختلف عن الأخرى. ما أقدرش أعمم وأقول إن أنت تعملي واحد اتنين تلاتة هتبقي زي الفل. فأنا نصيحتي إنه تطلب مساعدة وتتكلم في مكان أمان بالنسبة لها، ده أولا. ثانيا الناس اللي حواليها مهم جدا جدا جدا، هما بيتعاملوا مع الموضوع إزاي، يعني يسمعوها ويصدقوها ويعرفوها ان هم مصدقينها. بلاش الاسئله اللي بتحط اللوم عليها، اللي هو انت ما عرفتيش يعني تعملي حاجه، ده بيحط اللوم عليها وبيشككها في نفسها. طب خلينا متفقين برضو يا الاء ان البنت لما بتتعرض للتحرش دايما، معلش اسفه ان انا قطعتك، بس هو في الحته دي بالذات البنت اللي بتتعرض للتحرش، الناس خلينا نبعد عنهم خالص لان اكيد في ناس هتلومها، واحنا شفنا اكيد ان في حاجات كتير قوي حصلت. احنا برضو يا ريهام زي ما انت بتقولي اكيد ان في ناس تعمل كده، احنا محتاجين ننشر الوعي ان الناس طبعا ما تعملش كده. بالظبط. انا هبسط الموضوع، انه انا دلوقتي لو انا ماشيه في الشارع وحرامي سرقني، هل ده حاجه تعيب فيا؟ لا، ما هو الحرامي هو حرامي. دي حاجه ما تسينيش انا باي شكل من الاشكال او تقلل من قدري او الكلام بقى اللي الناس بتتريق ولا بتقول على الفند بتاع المدوسة ولا فضحت نفسها ولا ما فضحت نفسها. فيش حاجة اسمها كده. هي الناجية ما بتفضحش نفسها. أنا لو واحد سرقني هو حرامي، أنا هو اللي عليه اللوم. أنا لو واحد اتحرش بيا هو مترش، أنا مش مفضوحة. مظبوط. طيب خليني أقولك السؤال بطريقة مختلفة. الناس اللي بتنتقد البنت بعد ما بتتعرض للتحرش، ايوه، البنت تتعمل ايه علشان كلامهم ما ياثرش فيها؟ يمكن ده السؤال اوقع شويه. بصي هقول لك على حاجه برضو، انا ما اقدرش اقول ان الكلام مش هياثر فيها لان هي بتبقى في وضع حساس جدا. تعمل ايه؟ يعني هتحاول على قد ما تقدر طبعا ان هي تفهم ان الكلام ده مش كلام منطقي ومش كلام حقيقي، وانت لو ناجيه من التحرش او الاغتصاب او او او، فاولا احنا مصدقينك، ثانيا احنا بنعمل، ثالثا اي حد هيلوم عليكي باي شكل من الاشكال او هيشاور عليكي بلوم او بطريقه مش مظبوطه هو اللي غلط، انت مش غلط. فحاولي انك تفهمي الناس لسه متبرمجه برنامج غلط. ان شاء الله ان شاء الله ربنا يقدرنا كده ونعلمهم انه ده مش الصح، وحاجه اسمها الناجيه يتلام عليها باي شكل من الاشكال. هتحاول بس ان هي مبدئيا يبقى عندها الدعم من المكان المظبوط او الناس اللي فاهمه، بس انا ما اقدرش اقول لها ما تتاذيش من الكلام لان الكلام بيأذي برضه. اكيد. طيب ايه رايك يا الاء في الناس اللي كانت ضد ترند اللي هو بتاع راس المدوسه؟ تقول لهم ايه الناس دول؟ بصي هقولك على حاجه، فكره ان انا ضد وانا ما عنديش سبب منطقي ومقنع انه انا ضد، فانا بالنسبه لي ده يعني ملوش راي ملوش اهميه. بس في الاول وفي الاخر احنا هدفنا سواء بقى كان بترند المدوسة، سواء كان احنا بنتكلم وبنعمل وعي وبنسلط الضوء على القضية، هو الهدف ان احنا نعالج المشكلة. فحضرتك لو عندك حل تاني للمشكلة اتفضل قوله، بدل ما ننتقد
من غير ما يكون عندنا حل تاني. يمكن علشان احنا في مجتمعاتنا مش متعودين قوي على حاجات من النوع ده، يعني خلينا برضو متفقين ان المجتمع بتاعنا يمكن مقفل اكتر على ان هو يبقى فيه وشم او يبقى فيه ان بنت بتتكلم في الحاجات دي بصوت عالي. ما هو يا ريهام برضو احنا تعالي نتفق ان احنا مش كل حاجة مجتمعاتنا متعودة عليها صح. أكيد في حاجات صح وفي حاجات غلط. غلط، محتاجين ان احنا نقلل او نغير المفهوم ده ونتعلم حاجات جديدة صالحة لمجتمعنا. مظبوط. عموما يا آلاء ان شاء الله يا رب المواضيع دي يبقى فيها وعي اكتر من الطرفين والبنت تبقى عارفة ازاي تتصرف، وكمان نحاول نقلل موضوع ان احنا نحكم على البنات اللي بيتعرضوا للتحرش بالطريقة اللي هي بيبقى فيها هجوم. بشكرك جدا يا آلاء. شكرا يا ريم. شكرا. ميرسي يا آلاء. وبكده نكون خلصنا فقرة سكوب، نروح دلوقتي نشوف فقرة السوشيال لاب ونرجع لكم تاني على طول، استنونا. تعالوا نبدأ بالإنستجرام لأنه متفاعل عليه جدا وبيتابع محمد إمام 11 مليون و 300 ألف متابع، ونشر لحد دلوقتي حوالي 1051 صورة وفيديو على الإنستجرام. أكاونت محمد إمام معظمه صور وتريلرز لأعماله الفنية، فهو ناشر أكتر من 200 صورة لي مع فنانين شاركوا في أعماله وكمان بوسترز لمسلسلاته. وطبعا محمد إمام معروف بحبه وتأثره الكبير بوالده عادل إمام، فلقينا أنه ناشر تقريبا أكتر من 50 صورة وفيديو بتجمعه بالفنان عادل إمام، واللي لفت نظرنا أنه دايما بيعمل كوميكس على مشاهد من أعماله. وكمان محمد إمام بيحب جدا ينشر فيديوز وتحضيرات وتدريبات لأفلامه. من الإنستجرام للتويتر بيتابع محمد إمام 2 مليون و 900 ألف متابع، أما هو فبيتابع 10 أكاونتس بس، منهم نبيل الحلفاوي، أمير كرارة، صلاح عبد الله وغيرهم من النجوم، ونشر لحد دلوقتي 12 ألف تويت. وبكده نكون عرفنا محمد إمام بيتفاعل إزاي على السوشيال ميديا. أيام قليلة جدا بتفصلنا عن الرجوع للمدارس، وطبعا الكوميكس على السوشيال ميديا ابتدت، والكلام عن المدارس والسبلاي ليست واللانش باج واللانش بوكس وغيره وغيره دلوقتي بقى ترند منتشر ومتصدر السوشيال ميديا اليومين دول. طبعا ليه دخول المدارس اختلف عن زمان وليه بقى فيه تفاصيل والموضوع كل سنة بيكبر عن السنة اللي قبلها، ده اللي هنعرفه من ضيفنا النهاردة اللي اشتهر بالفيديوز الكوميدية بتاعته اللي بتتقل معاناة كل بيت مصري مع أولادهم في المدارس والمذاكرة والامتحانات. معانا منورنا في الاستوديو اليوتيوبر أحمد رجب. ازيك يا أحمد؟ ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ الحمد لله كله كويس. احكي لي بقى بداية كده، انت اكيد عندك ولاد. عندي ولد وبنت. اوكي، عندكم طبعا المعاناة اللي بتحصل بتاعت اللي هو المدرسة هتبتدي، احنا لازم نعمل لانش بوكس، احنا لازم نعمل الشنطة، لازم نعمل السبلاي ليست، ايه اللي بيحصل عندك؟ بصي انا عندي ولد وبنت، الولد داخل خلاص جامعة والبنت لسه في اعدادي يعني، بس مرينا بالموضوع ده جامد جدا وكان مليان احداث، بقالنا 3-4 سنين القصة دي مليانة تغيرات جديدة جدا على اللي احنا كنا بنسمعه زمان واللي احنا كنا عايشينه زمان، فكان الموضوع بالنسبة لنا جالنا صدمة حضارية يعني عن السبلاي ليست ولانش باك زي ما حضرتك قلتي ولانش بوكس وكلمات اصلا بالنسبة لنا هي يعني كلمات غير مفهومة، يعني ده الترند اللي بقى ماشي دلوقتي، يعني الولاد بيطلب مننا طلبات مش منطقية او مش منطقية احنا مش عارفينها فبالنسبة لنا مش منطقية. طب ايه اغرب طلب انت سمعته مثلا في البيت؟ في السبلاي ليست يعني؟ مثلا اصل هو انا يعني انا عملت فيديو عن السبلاي ليست ده وكان مليان كلمات كتير، صدقيني لغايه دلوقتي انا مش حافظ ولا حاجه، هي كان غالبا في حاجه اسمها تريسينج بيبر باين وفي حاجات غريبه انا لسه ما وصلتش المرحله لا في انا ناسي برضه، كانوا قالوا لي ورقه الكلك كان ليها اسم تاني بس ما يعني احنا كان بالنسبه لنا ورقه شفاف يعني فلا هو الكلمات احنا مش مطالب مننا كاهالي نحفظ يعني، احنا كده كتر خيرنا جدا نعمل ترجمه وهم بالظبط. طيب انا عايز اعرف يا احمد بداياتك على السوشيال ميديا ازاي ابتديت؟ ابتديت ايام الكورونا، كان اول فيديو بالنسبه لي كان الاونلاين اللي هو احنا كنا عادي في يوم وليله قاعدين بنذاكر للولاد وسهروا ونقعد نمسك الكتب وبتاع، وبعدين فجاه بقى في حاجه اسمها اسايمنت اللي هو الواجب الهوم ورك اللي هو الواجب بالنسبه لنا كان بالزبط. يعني فهو كان يعني الواجب تطور لهوم ورك وبعدين بقى في اسايمنت على جوجل كلاس روم، فالموضوع بيكبر كل شويه فجالنا كلمات برضو زي ما قلت حضرتك بالنسبه لنا خزعبليه جدا، فابتدت الموضوع اقعد مع الولاد فابتدينا نحس ان الاونلاين ده
غريب. فساعتها اول فيديو انا عملته ده كان هو تقريبا معظم فيديوهاتي بعملها بجد، يعني هي بتبقى بجد بس احنا بتهزر فيها بعد بجد حولها لحاجه كوميدي. بالظبط. فهو كان اونلاين، كنت انا وابني وبنتي، وكان كلمات غريبه وصدمه حضاريه، واحنا كلنا قاعدين في البيت، ويعني احنا ما كناش فاهمين حاجه خالص. يعني بقول له هات الكتاب، يقول لي ما فيش كتاب، يعني اللي هو طب ايه حضرتك، تعالى ده اللابتوب والاونلاين والجوجل كلاس روم وبتاع. طب يعني ايه، انا افتكرت ان الجوجل كلاس روم ده عندي انا لوحدي، طلع منتشر. لا ده من زمان، يعني احنا شفناه من ايام الكورونا يعني. فده كان اول فيديو بالنسبه لي. يعني مالك فيها؟ ماما متعصبه قوي عليا، مش عارفه مالها، انا قاعده اذاكر وهي قاعده تعصب عليا. ماما متعصبه؟ وعملتي ايه بقى؟ فين؟ في الاوضه. حلو قوي. انا قلت لك 100 مره ما تعصبوش ماما، صح؟ وقلت لك لما تعصبيها في المذاكره تعملي ايه؟ تجيلي. برافو. طب ما انت عارفه ما جيتيليش ليه؟ بعد كده مفيش، تجيلي على طول. ايه المشكله اللي واقفه قدامك وانا تحت امرك دلوقتي؟ انا عندي اساينمنتس على جوجل كلاس روم. مين؟ اساينمنت على جوجل كلاس روم. اساينمنت على جوجل كلاس روم. تمام. طب انت عايزه مني انا ايه؟ عايزك تساعدني، يعني مش عارفه اقرا اهو. ماشي، هاتي الكتاب بقى ولا هاتي اي حاجه. كتاب؟ احنا بنعمل اونلاين. اونلاين؟ هاتي شغلي اللي انت عايزاه. طيب الفيديو ده الناس ازاي اتفاعلت معايا بعد ما انت نزل على السوشيال ميديا؟ بصي، اصلا احنا كنا بنلعب، فالموضوع احنا نزلنا الفيديو على اساس ان هو عادي اول مره وبنلعب بنجرب. مع بعض وبنسلي نفسنا وكورونا وقاعدين كلنا محبوسين في البيت. ونمت صحيت لقيت 300,000 فيو وكميه شير وبتاع، فانا مش مستوعب يعني. لو انا صحيت الساعه 6 الصبح تقريبا او حاجه كده، وبعدين بجد وبعدين ابتديت ابص على الكومنتس كلها، كل الناس حست بالموضوع جدا، وواضح ان البيوت كلها كانت حاسه بموضوع الاونلاين ده. فاحنا انا اتخضيت يعني، اللي هو ايه ده، احنا كنا بنهزر. فلا، هو كان في تفاعل غير طبيعي، وسبيشلي في الاول كمان كان من الناس اللي في سننا اللي هم اولياء الامور يعني. أيوة. اللي هو احنا حاسين بده جدا، ايه ده انتوا ازاي، ده احنا لسه قاعدين القعده دي، لسه قاعدين بنتكلم مع الوقت. يعني كان نفس اللي انا عايشته كل الناس اللي في البيوت عاشوه، وسبيشلي الناس كانوا قاعدين في الكورونا، فمع قاعدين على طول السوشيال ميديا وبتاع، فلقوا حاجه لمست معاهم. فده كان اول حاجه، ومن بعديها الحمد لله يعني الموضوع بقى لطيف يعني. طب انت بتحس ان الناس بتتفاعل اكتر معاك في الفيديوز اللي ليها علاقه بالمدرسه والدراسه والحاجات دي، اولياء الامور ولا الجنريشن الاصغر، الطلاب مثلا؟ بصي، انا الاول كان طبعا اولياء الامور، لان هم كانوا حاسين بالمعاناه، وانا كنت فعلا، انا عاده طول عمري نفسي كنت اعمل حاجه ليها علاقه بالبيت. يعني بالبيت والولاد والمذاكره وكده. فالأولياء الأمور كانوا حاسين قوي بالموضوع ده جدا، وبعدين ابتدوا يمنشنوا ولادهم طبعا، فولادهم ابتدوا يتفرجوا. اوكي. كانوا بيجي لك منهم ردود؟ كتير. كانوا بيقولوا لك ايه؟ في ولاد يعني للولاد، مش أولياء الأمور، طبعا. الولاد اللطاف قوي دول بتلاقيهم بيقولوا لي انت فضحتنا، انت مش عارفه سيحتنا، على لغتهم يعني. بس كان بهزار طبعا. الناس كانوا مبسوطين جدا، وكنت بشوف ناس كتير قوي حتى اصحاب ولادي بيقعدوا يمنشنوا كتير لبعض، فكانت لطيفه يعني. لكن اولياء الامور عارفه تحس ان احنا صعبانين على بعض يعني. احنا عايزين يعني نطبطب على بعض. يعني انا ترمي في حضنك وانت ترمي في حضني يعني. طب انت تفتكر اغرب كومنت جالك على الفيديو ده في الاونلاين؟ بصي، انا هقول لك حاجه، انا عاده الكومنتس كلها الحمد لله بتبقى يعني 99% بتبقى لطيفه. ده احنا اول مره يجي لنا حد على السوشيال ميديا ويقول لنا كده. لا الحمد لله. انا طب يعني حاجه كويسه قوي. يعني لو حضرتك شفتي حتى الفيديوز عندي او الكومنتس هتلاقيها، الحمد لله ما عنديش حد انا عارف ان في ناس كتير بتشتم بتغلط بتاع، بس لا خالص يعني، كل فين وفين. لكن الكومنتس اللي انا بحبها قوي دايما، ان لما تلاقي حد بيقول لي ربنا يحفظ لك ولادك ومراتك وعيالك يعني ويحفظكم، دي بالنسبه لي بتبقى بحس انها ايه ده، انا حاسس ان الناس حاسه بيا ومبسوطين، ونفسهم زي ما بيدعوا لي هم نفس الحكايه، بيبقى عايزه تترد لهم يعني. دي انا بالنسبه لي دي احلى كومنت، ودايما دايما دايما انا بكتبها لما حد بيبعت لي الكومنتس دي، بكتب دي احلى دعوه.
انا دايما طبعاً. برد على الناس واقول لهم دي احلى دعوه بالنسبه لي. بس ما حسيتش مثلا ان في كومنت كان شكله غريب او ان هو مش لازم يكون وحش بس يعني ضحكك كومنت؟ في ناس ما بتفكرش في التوبيك او الكونتنت نفسه. ساعات مثلا واحد الاقيه بيكلمني مثلا بيقول لي بس البرواز اللي وراك وانت بس حلو تفاصيل يعني مفصلة. انا ما اعرفش يعني ده سبته الموضوع كله وكلمته في البرواز. واحنا عاده بادين من السفره فيعني انا قعدت عايش طول عمري في السفره يعني البرواز اللي بيكلموني عليه ما كنتش بشوفه يعني. ففي ناس بتسيب الموضوع وتركز في حته ورا الموضوع. انت اصلا شغلك ملهوش علاقه خالص بالسوشيال ميديا؟ لا خالص. انا مهندس وعندي مكتب ديكور وشركه مقاولات وكده, ملهاش علاقه خالص بالسوشيال ميديا. بس طول عمري بحب حته السوشيال ميديا والتمثيل, وحتى انا درست واخد ورش تمثيل كتير يعني الحمد لله. فيعني فلقينا ان موضوع السوشيال ميديا ده لطيف وقريب من الناس جدا والناس بتشوفه كتير, فحسيت ان هو حاجه كويسه طول ما هي في نطاق الاحترام والادب طبعا. والناس مبسوطه ونقدم اللي احنا نفسنا نقدمه بس لايت يعني, ونهون على نفسنا شويه بالظبط يعني. واحنا عايشين كلنا ده يعني. انا كان اكتر حاجه انا عايزها ان اللي احنا عايشينه الناس تشوفه بس بطريقه كوميدي شويه يعني. طيب انت عندك فيديوز عن حاجه اسمها عايز بريك. من فضلك عشان خاطري مالكيش دعوه بعد كده بمذاكره العيال. الولاد اتعقدوا من كتر الزعيق, انتوا صوتكم بيجيب لاخر الشارع. انا هذاكر لهم وهجيب لهم حد يذاكر لهم. انت بقى خشي معززه مقربه اقعدي جوه. ممكن؟ شكرا. خلاص ما تزعلش. خلاص سيبني انا زعلان يا عم. خلاص خلاص ما تزعلش. بابا انا اتخنقت. خلاص قلت لك 24 ساعه زعيق. خلاص 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 الموضوع مش مستاهل. فرفش انا معاك. طيب انا هاخد بريك شويه. يا عم بريك ايه؟ انا براضيك. انا لسه براضيك. هتاخد بريك وانا براضيك؟ ماشي يلا. انت بتجيب عليا بحاجه؟ احنا لسه هنذاكر. انا عايزك, انا هطلب منك طلب, انا عايزك تفك. ماشي فك واحنا بنذاكر. دي جغرافيا مش كيمياء يعني. بص يا عايز بريك ده اللي حضرتك شفتوه في الفيديو هو ده كان تيبيكلي هو اللي حاصل في الحقيقه يعني. انا كنت انا فاكر كويس كنت بسال ابني ساعتها بقول له بلد في خليج وقريبه من شرم الشيخ واول حرف فيها ط. فاول رد لي قال لي طنطا. فابتديت اللي هو انا مش مستوعب انت بتقول بتهزر. وبعدين في الاخر وصلنا ان هو طابا. مدينه مصريه تتبع محافظه جنوب سيناء وتقع على راس خليج العقبه. سهل. سهل سهل افكر براحتك. طب بص ممكن تديني هنت كده او تقربها لي كده شويه؟ سهل سهل. مفيش بقى زعيق احسن اب في الدنيا يعني. وطي صوتك مش عايزين مشاكل. بص يا سيدي. طب انا هاخد بريك شويه. بريك ايه؟ اقعد يا عم. انا هقول طب عايز اقربها لك. ممكن تديني فرصه اقربها لك؟ ماشي. اول حرف ط. سهل بس سهل. واربع حروف وبنبلبط فيها. ثانية سهل. طنطا صح؟ طنطا في جنوب سيناء؟ لا طب طب ممكن تقول لي يلا قول لي الحل يعني. طابا صح. ما انا عارف انه صح. بعدين نبتدي نتكلم في الماث وبتاع وحسابات حسابات ما تت يعني ملهاش ما مش صعبه يعني. ما فيش فيطلع لي كالكوليتر ما انت ما يعني. فالناس ابتدت تحس ان احنا كده احنا عندنا عيال ما مش مستوعبه احنا بنعمل ايه. وهو طول الوقت كل ما بتذاكري كل دقيقه طب اخد بريك وارجع طب اخد بريك يا حبيبي. طب على فكره ده مش ابنك لوحده, عارف احنا كلنا والله. انا بقول لك اول ما الفيديو ده يعني نزل الناس كلها ولادنا كده مش عايزين يذاكروا عايزين ياخدوا بريك عايزين يعملوا. فهي انا سميته عايز بريك لان احنا بعيدا عن الحوار وبيبتدوا من سن بدري قوي يعني. انا ابني عنده 6 سنين اول ما يجي فقره الواجب او المدرسه التوابين يجي ولا انا تعبان وعايز انام نخلص وانا خلاص طبعا يعني افقد صبري تماما. يبقى على طول فاهم مصحصح ويلا نلعب كوره. هو انت مش كنت لسه ليه؟ نايم هقول لك ليه. احنا زمان احنا ما كانش عندنا اي وسائل ترفيه. الموضوع كان تلفزيونه بيخلص الساعه 12 وخلاص وشكرا وهي نزوله واحده في الاسبوع. دلوقتي في تكنولوجي وفي لابتوب وفي ايباد وفي موبايل وفي حاجات كتيره وفي خروجات كتير وفي. فهو بالنسبه له احنا كان عندنا وقت الفراغ نتفرج على التلفزيون. طبعا. انا اعتقد هم وقت الفراغ بيذاكروا بالظبط.
دي حقيقه. فيعني اعتقد هو ده اللي مخليهم مش مركزين على طول، عايزين يعملوا حاجه، عايزين يلعبوا بلاي ستيشن، عايزين، فعندهم حاجات كتير قوي ممكن تشغل وقتهم. والوقت اللي اللي بيبقى زحمه عندهم بعد ربع ساعه، يعني هنلعب بلاي ستيشن ربع ساعه وانا زهقان. والله يا بصي هنروح لصاحبي ربع ساعه وانا زهقان. انا سمعت ان الجيل ده كله زهقان. لا مش زهقان، هو عنده حاجه كده اللي هي ما انا مش هقعد على حاجه 10 دقايق ايا كانت، على فكره هي مذاكره او غير مذاكره، هم زهقين جدا. طب تعالى نتفسح نروح ويلعبوا وبعدين 10 دقايق ربع ساعه انا عايز اروح اعمل حاجه. طب عايز اكل، عايز اشرب. هي طول الوقت اوردرز، طلبات طلبات طلبات. فالموضوع يعني هراجع معاك شويه، يعني هنعمل كده ايه؟ طيب نفوت دماغك شويه. بريك يا عم، اديني فرصه يا عم، حرام عليك. شويه شويه. بص يا سيدي، هنقول مثلا 64 times 79، هنقول 9 times 4 36، هنقول 3 ومعانا 6. هو في حاجه؟ هو يعني انت قصد تجلطني او عايز تموتني بدري؟ هو في ايه؟ معلش سؤال بس، هو انت ليه بقى عايز تعصب نفسك؟ يعني الدنيا ابسط من كده، انت هترتاح يعني لما تروح مننا؟ اكيد لا، في اختراع اسمه كالكوليتر، هنعمل 69 times 74 equal 5206. يعني الموضوع ابسط من كده مليون مره. صح، انا هاخد بريك. في تقديمه الفقره دي انا سالت ايه الفرق في دخول المدارس زمان ودلوقتي. اوكي بصي حضرتك، دخول المدارس زمان احنا داخلين مدرسه، يعني انزل السلام عليكم بابايا ولا مامتي، الصبح الشنطه جبنا بالخيار نروح وخلاص الموضوع انتهى. يعني دلوقتي لا، الموضوع بقى في حاجات كده دسمه في جروب الماميز اصلا، ده في طلبات كتير اللي هو بتاع اول يوم يعني. ويعني انا بقعد دايما جنب مراتي فتسمعي فويس مسجز، لا ده كلام بقى كتير. ما تنسوش، مش ما تعملوش ودي. فتلاقي جروب الماميز ده مليان، ما كانش عندنا، دي هي ماما واحده ماما، يعني ما كانش فيه ماميز. فهتلاقي دخله اول يوم دي مليانه بقى حاجات وتجهيزات. زمان احنا ما كانش عندنا حاجه نتظاهر، ما كانش فيه سوشيال ميديا اساسا، وما فيش حاجه نتظاهر بيها. طب انت قلت لي احمد في اول انترفيو ان انت عندك ولد وبنت، الاثنين تين ايجرز او مراهقين. مظبوط. طيب ايه النصيحه اللي تديها للمراهقين بما ان انت اب لذيذ كده ومصاحب ولادك؟ بصي انا دايما عندي مبدا كده في تربيه الولاد، ما تخليش في وسيط ما بينك وما بين ولادك. يعني لو انا عايز حاجه من ولادي فلازم احتويهم، اصاحبهم، اقول لهم اللي انا عايزه. في ناس تانية بتقول لمراتاتهم روحوا قولوا لولادكم كذا، يعني انت بتقول حتى لو كانت الشخص اللي انت بتدخله في النص ده الام، او العكس لو الام طبعًا عايزه تدخل الاب، لا ابا هيبقى في اسرار، في اسرار للام، والام ما ينفعش تفضح اسرار ولادها عشان دي اسرار، ولو فضحتها من وراهم فالاب ساعات بيطلع صغير شويه لما بيتنرفز فيروح جاي قايل كل الحاجات اللي الام بتقولها ويتفضحوا، فالولاد ما بيثقوش في الام. صح. ولا هيثقوا في الاب، يثقوا في الاب. فانا شايف انه حته الوساطه دي ملهاش لازمه، احنا نحوط على اولادنا، نصاحبهم، انفولف، نخش معاهم في تفاصيل من غير ما نحسسهم ان احنا بنقتحم ده. يعني واحده واحده اعتقد ان العلاقه دي ممكن تبقى سويه، اعتقد كده. وبالذات في سن المراهقه، سن المراهقه ده صعب جدا. يعني انا عندي ابني خلاص 18 وبنتي 13، فالسنين دول محتاجين احتواء بطريقه معينه. ده النصيحه اللي بتديها للاباء طبعا والامهات طبعا. طبعا النصيحه اللي بتديها للتين ايجرز نفسهم او المراهقين نفسهم. هقول لك، انا دايما شايف انه هي العمليه وين تو وين، يعني الاثنين متبادله. لو انا فعلا اب وام كويسين بطلب منكم، لو انتم شايفيننا كويسين، شايفيننا احنا بنحاول نقرب لكم، ما تبعدوش. الحياه مش كلها اصحاب، الحياه مش كلها خروج، الحياه مش كلها فسح. في حاجه اسمها فاميلي، في حاجه اسمها عائله. لو انتوا شايفيننا مقربين ما تبعدوش، يا ريت تتعرفوا علينا عشان خاطري. يعني برضو انا بتحايل، يعني انا شايف كده. لكن لو يعني اعتقد ما فيش اب وام مش عايزين يبقى اولادهم جنبهم، يعني طبعا اعتقد. يعني ميرسي جدا يا احمد، بشكرك على وجودك معانا النهارده وبسطتنا جدا بالفيديوز بتاعتك، وكمان النهارده بخف الدم. ربنا يخليك. شكرا، ميرسي. وبكده خلصت حلقتنا النهارده، استنونا الاسبوع اللي جاي في نفس الميعاد، اشوفكم على خير ان شاء الله. باي باي.